الباب الثاني والسبعون ومئة. باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده.